فل كابتن، والف مبروك على فوز النهارده. ربنا يخليك يا جنرال الفرحه. يا رب يخليكم. ما شاء الله انتوا دلوقتي مركز ثالث، يعني داخلين في المعمعه الكبيره يا سمير بيه ما شاء الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. يعني التألق الكبير ده ما شاء الله، وانتوا مغيرين جلدكم الموسم الماضي زي ما انا بتكلم دلوقتي ومشيتوا اهم اللاعبين، ايه سر التألق ده يا سمير بيه؟ هو الحقيقه الشباب اولاد عندهم استعداد انهم يبقوا كويسين، عندنا الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بيبذلوا معاهم مجهود غير عادي. نعم. معسكرات مغلقه بالسنه، توفيق من الله سبحانه وتعالى. شيء عظيم. حضرتك كنت جاوبت قبل كده وقلت ان لا حوار حول انتقال اي من اللاعبين خلال هذا الموسم، هل ما زلت عند الراي؟ هل هناك اي عروض؟ هو لغايه دلوقتي ما تقدم لناش تقرير فني بالموسم القادم. نعم. يعني لازم يجي لي تقرير من الجهاز الفني، ايه اللي هو عايزه، ايه اللي هو مش عايزه، وايه اللي نقدر يعني نستغنى عنه، وايه. لغايه دلوقتي ما جاش تقرير. لكن وقت ما يجي تقرير ويبقى عندنا حد زاد، احنا يهمنا موارد النادي. وان الرياضه النهارده ما اصبحتش ان انت بتجيب لعيبه وتحطها في الثلاجه، لا. نعم. احنا بنجيبه ونزود اللعيبه وبنغير اللعيبه، اللي ما يعني اللي مضى عندنا هو ملوش دور، لازم يستفاد بيه نادي تاني. او اكيد اللي ملوش دور عندكم استفاده نادي اخر مش هتبقى كبيره قوي، لكن العين هتبقى على احمد جمعه، هتبقى على كابوريا، هتبقى على حد من احمد صافي، المجموعات الجامده دي. فتحك واخد قرار. اتفضل. الناس دي ناس يعني النادي في اشد الاحتياج ليهم في الظروف القديمه اللي احنا فيها، لان انت بتلعب كونفدراليه وكاس ودوري، وبعدين الطموحات بتاعت جمهور النادي المصري عاليه قوي 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 قوي. صحيح صحيح. عشان نحاول بعد الحرمان السنين اللي فاتت دي، فلازم نتمسك بالشباب دول لغايه ما ربنا كده يطلع لنا شويه حلوين الناشئين اولادنا. وندعم برضه مجموعه من الانديه الاخرى الشباب الممتاز، وفي الوقت ده نقدر نستغنى عن بعضهم. صحيح. طيب انا عايز حضرتك توجه كلمه، ايه رايك الاول في مصر المقاصه؟ لا، مصر المقاصه دي حاله يعني بقالها سنتين ولا حاجه كده، حاجه ممتازه، مدرب ممتاز، ورئيس مجلس اداره عامل نوع من الاستقرار، وده جميل جدا. ويعني انا بحييهم كلهم. محمد بيه عبد السلام، مساء الانوار. اهلا مساء الانوار يا كابتن مدحت. وبالتالي لازم توجه كلمه لسمير بيه وهو معانا على الهوا اهو. اهلا باشمهندس، ازاي؟ اهلا حضرتك محمد، والف مبروك على المباراه الجميله بتاعت النهارده، ويا رب دايما بالتوفيق، وان شاء الله نفرح جدا باذن الله باداء قوي في الكونفدراليه، والنادي المصري اسم على مسمى يمثل مصر، وان شاء الله يعمل نتائج. بسم الله ما شاء الله، فرقه لعيبه عندهم روح وبيحبوا النادي، وجهاز فني يعني من الاجهزه الفنيه المحترمه جدا، وربنا يوفق دايما يا فندم، ونفرح بنتائج النادي المصري ان شاء الله، سواء في الدوري او في الكونفدراليه باذن الله. ليك رد يا سمير بيه اخير؟ محمد عبد السلام، ما حدش علق عليه بعد ما اتكلم، الراجل الجميل ده. الله يخليك يا فندم. سمير بيه بشكرك يا سمير بيه، وبكمل مع محمد بيه. بشكرك يا جنرال، وبالتوفيق دايما.